السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وحفظ الله شيخنا والسامعين، قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا، وقهره قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: هو الصمد العالي، وهذا بعد قوله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. وهذا يبين، أو كأن هذا البيت بيان وإيضاح لما تقدم، وأنه سبحانه وتعالى لا يطيق العقل كنه صفاته وعظمة صفاته سبحانه وتعالى، لأنه تصمد إليه جميع الخلائق في هذه الصفة وهذا الاسم، وهو الصمد سبحانه وتعالى. فكل الخلائق مردها إليه ومرجعها إليه، ولا حول ولا قوة لأي مخلوق ولا ذرة في الكون إلا بالله عز وجل. فمن استجاب طائعا واختيارا فهو عبد الله حقا، ومن لم يستجب فهو عبد معبد ذليل مقهور، لا خروج له ولا حول له عن قدرته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ولهذا قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. فصفاته كلها ثابتة عظيمة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. من هذه الصفة وهي الصمدية لله عز وجل، وهو الصمد سبحانه وتعالى. والصمد تفاسير السلف فيه مختلفة لفظا، لكنها متفقة من جهة المعنى. فالمصنف رحمه الله ذكر معنى من هذه المعاني، وهو أنه تصمد إليه الخلائق وترجع إليه الخلائق في أمورها كلها وفي حاجاتها. وقيل السيد، وقيل الصمد: هو السيد الذي كمل سؤدده في جميع أنواع الفضائل التي له سبحانه وتعالى ويوصف بها سبحانه وتعالى، كمل سؤدده في كل شيء. وقيل الصمد هو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. وكلها صفات، أو وكلها تفسيرات صحيحة، وكل ما ذكر من هذه الصفات فهو من باب اختلاف التنوع عند العلماء، مثل تفسير الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. منهم من قال الصراط المستقيم القرآن، منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال هو دين الإسلام، وقيل غير ذلك. وكلها ترجع إلى معنى واحد، ترجع إلى معنى واحد، وأن هذا هو الصراط المستقيم. وكلها متآلفة، وكلها يأمر باتباع والأخذ بالطريق الآخر. هو الصمد العالي لعظم صفاته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عظيم في صفاته، عظيم في ذاته، عظيم في قهره وقدرته سبحانه وتعالى، وله جميع أوصاف العظمة. أما الخلائق أو الخلق
فإنهم يعظمون، والله عز وجل خلق عظمة بين العباد يعظم بعضهم بها بعضا. قد يعظم الإنسان مثلا لمنصبه أو لماله أو لشرفه أو لرئاسته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأنواع التي يخص الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بحكمته، ومن أراد له السعادة فيما خصه به سبحانه وتعالى كان رحمة منه لعبده. فهذه التي يخص الله سبحانه وتعالى بعض عباده بها هي مما يعظم بعضهم بعضا، لكنها مجتمعة على وجه الكمال وعلى وجه التمام لله سبحانه وتعالى. وكل مخلوق وإن عظم فإنه فيه نقص، وعظمته مهما كانت فإنها تضعف أو تزول إلى غير ذلك من الأسباب التي تعرض لهذه العظمة التي تحصل لهذا العبد. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. هو الصمد العالي، هو الصمد العالي، لأن صفاته سبحانه وتعالى عظيمة كاملة لا يعتريها نقص من بوجه من جهة. ولقال: وكل جميع الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وإنثاهم وأنثاهم، وكذلك سائر الخلائق من غير بني الإنسان من الحيوان فإنها إليه سبحانه وتعالى ترجع وتطلب حاجاتها منه سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو من أوكارها ومن مساكنها، تغدو من أعشاشها تبحث عن الرزق، فهي لم تجلس، لا، هي تذهب، الذي يطير منها يطير، والذي يزحف يزحف، والذي يمشي على أرجله يمشي عليها تطلب رزقها. لكن الطير كما قال عليه السلام خص الطير لضعف الطير لضعفها، ولهذا قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع بطان قد امتلأت من الرزق الذي رزقها سبحانه وتعالى. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. مهما كان خلق الله عظيما فإنه خاضع وذليل لعظمته سبحانه وتعالى. العرش من أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، والسماوات والأرض، وهي إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات كما في الأثر المشهور، والكرسي إلى العرش كهذه الحلقة إلى تلك الفلات. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بسند صحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن، ملك من ملائكة الرحمن، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، هذا ملك مخلوق. وانظر حال الملائكة حينما يتنزل، حينما يريد سبحانه وتعالى أن يوحي إلى رسله أو إلى أحد من رسله كما في الأخبار
كيف يصيب الملائكة من الشدة والخوف ويخضعون لعظمته سبحانه وتعالى وهم على عظمتهم، ومع ذلك هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل الخلائق وكلهم لله سبحانه وتعالى يصمد، وهذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد في جميع أموره وحاجاته. من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجأ إلى ركن ركين وركن وثيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وفي ليلة بدر يوم 17 من رمضان، يوم 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة واجتهد في تعبئة الجيش وصفهم وترتيبهم عليه الصلاة والسلام، أعد امتثال لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعد ذلك عليه الصلاة والسلام واجتهد ورتب أصحابه، ثم جعل يهتف ويدعو ربه في البناء الذي بني له عليه الصلاة والسلام، يهتف بربه ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، العصابة من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة رضي الله عنهم، لا تعبدوا في الأرض أبدا، لأنهم عصابة الإسلام في ذلك الوقت. قال: فما زال يهتف ويهتف وعليه رداءه عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه، ودخل أبو بكر عليه رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداءه، فأخذ رداء النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على كتفيه وقال: كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من دعائه خرج وهو يرسو في الدرع، في الدرع، كان قد لبس الدرع وظاهر بين درعين في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام، لعله في أحد، وكان لبس الدرع، فخرج وهو يرسو في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما لجأ إليه سبحانه وتعالى بقوة يقين وربطة جأش، رأى النصر قبل أن يحصل، رآه عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه بيقين لما رأى رباطة جأش أصحابه، وكانوا أيضا لهم نصيب من هذه الطمأنينة والثقة. يقول عمر رضي الله عنه فيما رواه مسلم من حديث ابن عباس عن عمر: كان يرينا مصارع القوم، يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان، صناديد الكفر أبو جهل وأمثاله، وهذا مصرع فلان وفلان، يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما جاوزوا موضع إشارته. نفس الموضع الذي أشار إليه عليه السلام هو الموضع الذي صرع فيه فلان وفلان. فهذا هو الواجب على العبد، أن يلجأ إلى الله. ثم إن لجأ إلى الله، أن تلجأ إليه وتصمد إليه، ليس في أمر دون أمر، لا، في كل أمر، في كل أمر، الصغير قبل الكبير. قد يكون الصغير الأمر اليسير الذي تحقره قد يكون أشق شيء عليك، وقد ينكد أمورك لأنك لم تلجأ إليه سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ويكون لجأك إليه سبحانه وتعالى بعد أخذ الأسباب، إذا كان الأمر يقتضي أسبابا تعملها، الأسباب الحسية، الأسباب قد تكون حسية وقد تكون شرعية، والواجب الأخذ بالأسباب، عقلها وتوكل كما قال عليه الصلاة والسلام: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. جمع بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
فهذا أمر واجب ولا تحقر شيء. ربما الشوكة شوكة يسيرة لو أنه وكل إزالتها لجهده فإذا شيك فلن تقش كما يقول عليه الصلاة والسلام، إذا شيك فلن تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش ولو كان شيئا يسيرا. يستعين بالله عز وجل، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسترجع. وإن كان في سنة ضعف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أنه إن لم يصلح الله سبحانه وتعالى أموره لا تصلح حاله، فيجتهد في الاستعانة بالله واللجأ إليه في كل شيء. كما أنك حينما تريد وجهه تطلب وتريد وجهه في كل شيء من أمور الخير، ولا تنظر إلى كبر الشيء ولا صغره، انظر إلى ما في قلبك، بقدر ما يقوم في قلبك من الإيمان واليقين يعظم العمل الذي تعمله. اتقوا النار، ايش قال؟ ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ما قال اتقوها بالملايين وبالمكاييل العظيمة، لا، بشق تمرة. ومعلوم الأخبار في هذا كثيرة، في من كان العمل اليسير سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة. فلهذا يصمد العبد ويلجأ إليه في حاجاته كلها. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أو من عائشة لعل أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت، لا تحقر. وفي حديث أم بجيد: رد السائل ولو بظلف محرق، لا تحقرن جارة لجارتها، لأن المقصود هو ما يقوم بالقلب في الإحسان، سواء كان مسكينا أو جارا أو قريبا أو كانت هدية لمحب أو غير ذلك. والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمل يعظم بقدر ما يقوم في القلب. ثم قال رحمه الله: علي على سبحانه وتعالى، على كل شيء علي، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، هو العلي الكبير، علي على، وهذا علو بجميع أنواع العلو. وسبق علو خاص، سبق لنا علو خاص، ما هو هذا العلو؟ أما هو الاستواء، هذا علو لكنه علو خاص. هذا العلو اللي سبق هذا، هل هو علو خبري أو علو عقلي فطري؟ ها؟ خبري، يعني لو لم يخبرنا الله سبحانه أنه استوى لا نثبته، لأنها صفة خبرية وعلو خاص، وهذا العلو خاص لا ينافي العلو، فهو عال سبحانه وتعالى بجميع أنواع العلو ذاتا وصفة وقهرا بهذه الصفات، وهو مستوى عرش سبحانه وتعالى. علي على ذاتا، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه فوق كل شيء، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. ذكر نوعين من العلو هنا، ما هما؟ علو ماذا؟ علو الذات وعلو القهر، والقاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهذا العلو كما تقدم، هذا العلو كما تقدم في الاستواء علو خبري أخبرنا به النبي عليه الصلاة، أخبرنا به سبحانه وتعالى، وجاء في الأخبار أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، ثم استوى كما سبق في الآيات الكريمات. على علي على ذاتا وقهر، وعلي على ذاتا وقدرا وقهره،
علي على ذاتا وقدرا، هذان حالان، وقهره هذا الأقرب أنه يكون خبر لمبتدأ، يعني وكذلك قهره، وقهره، أو يصلح أن تكون مبتدأ وخبره، تقول وقهره كذلك، يعني يجوز حذف المبتدأ ويجوز حذف الخبر ويجوز حذفهما جميعا، لأن ما دل عليه السياق أنه محذوف جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، من لو سألك إنسان ما عندك تقول زيد، ما تقول عندي زيد، تقول عندي زيد، ما تقول عندي زيد، لأنه معلوم من السؤال. فعلي على ذاتا وقدرا وقهره سبحانه وتعالى، وهذه أنواع العلو الثلاثة لله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع من العلو نوعان لا ينازع فيهما أحد، أهل البدع لا ينازعون في هذا، وكذلك ما هما نوعان لا ينازع فيهما، ما هما؟ القدر والقهر. وعلو ينازع فيه علو الذات، علو الذات، وهذا العلو هو الذي جاءت فيه النصوص الكثيرة كما تقدم، إما بالإخبار بالفوقية أنه فوق خلق سبحانه وتعالى كما تقدم في الآيات، أو بالإخبار بالعلو كما تقدم في بعض الآيات وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك أيضا فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. أو إخباره بنزول أشياء تنزل الملائكة الروح، أو بصعود الأشياء إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تنزيل من الرحمن الرحيم من نزول الأشياء. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله غيره أن الأدلة في هذا تقرب من 1000 دليل، على وهي متنوعة بحسب ما جاء في تنويعها، إما بالإخبار بالفوقية أو بالعلو أو بصعود الأشياء إليه أو بنزولها منه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أنواع العلو، الأدلة العلو التي أجمع العلماء عليها. علي على ذاتا وقدرا وقهره كذلك، قدرا وهو سبحانه وتعالى كما في قوله: وما قدر الله حق قدره، وهذا أيضا مستلزم أو لازم من كونه هو القاهر، كونه هو العلي، وكونه سبحانه فوق كل شيء، فلهذا على قدرا سبحانه وتعالى وعلى قهرا. فلا قدرة في الأرض ولا في الكون إلا وهي تحت قدرة، بل هو هو الذي خلق هذه القدرة، كل قدرة في الكون وكل قوة فإنها من خلقه سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، فهم مقهورون تحت قوته سبحانه وتعالى، فلا خروج لأحد عن قوته وقدرته سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو مع هذه الصفات العظيمة من العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، إلا أنه قريب مجيب بالورى متودد. الله أكبر، هذا يعطي القلب الطمأنينة والراحة، أنه سبحانه وتعالى العظيم ذو العظمة بجميع أنواعها في الكمال والتمام، الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، إلا أنه قريب سبحانه وتعالى، قريب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك
إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب، فهو قريب سبحانه وتعالى مجيب، يجيب دعوة الداعي، وإجابته إجابة عامة لعموم الداعين وإجابة خاصة للمضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن إجابة الدعوة بشروطها. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الداعي لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يجيب الله دعوته أي عين الدعوة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة. نعم، هذا في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت، ولعلها أيضا في حديث أبي هريرة، في عدة أخبار، وخبر صحيح بعض أسانيدها جيد وبعضها بشواهده الأخرى، أنه ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، أبدا لا بد أن يستجاب له بواحدة من ثلاث، لكن العبد لضعفه لا يعلم المصلحة ولا الحكمة ولا الرحمة، والله سبحانه وتعالى حكمته ورحمته بعبده الذي لجأ إليه فإنه يجيبه بما يكون أنفع له، ولقريب مجيب، هو قريب سبحانه وتعالى. لكن هذا القرب اختلف العلماء فيه على قولين: هل القرب مثل المعية، يعني أنها نوعان، قرب عام، أن هل القرب قرب عام أو قرب خاص، هل هي تنقسم يعني كما أن يعني هل هذا القرب قرب خاص أو قرب عام أو قرب عام؟ المعية قرب ماذا؟ عام وخاص: إنني معكما أسمع ورى، إن الله معي اتقوا الذين هم محسنون، الذي يراك نعم وهم نعم نعم. لا، هذه معية عامة، هذه معية عامة، هذه وردت في عدة آيات معروفة، يعني نعم إني معكم أسمع وراء. فالمقصود أن المعية معيتان: معية عامة مقتضاها الاطلاع والإحاطة، ومعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. لا تحزن، ماذا؟ إن الله معنا. وش هذه المعية؟ خاصة. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. يقول أبو بكر: وكانوا قد جاءوا فوق الغار، فوق الغار يرون أقدامهم. شوف يعني كيف كانت الرحمة تحيط بهم، فلهذا مروا بالغار وأبو بكر يراهم. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وأبو بكر لم يكن يخاف على نفسه أبدا، إنما كان يخاف على رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لو نظر أحدهم، يعني لو طأطأ أحدهم لأبصرنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال له؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. الله أكبر. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. لا شك هذا يبعث في القلب اليقين، وهذا يرجع إلى ما تقدم أنه هو الصمد العالي سبحانه وتعالى. فمن عظم الله سبحانه وتعالى وكان عظمته في قلبه صغر عنده كل شيء أبدا، ومن عظم الله سبحانه وتعالى عظم حدوده وعظم حقوقه وعظم ما أمر الله بتعظيمه على هدى وبيان، لأن هذا هو الأثر الذي يسري من القلب إلى الجوارح فتكون عاملة على هدي وسنة واطمئنان، لأنه حين يعظم الله سبحانه وتعالى فإنه يطمئن قلبه
وترتاح نفسه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى معه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه: قريب مجيب بالورى متودد. قريب مجيب بالورى متودد سبحانه وتعالى. تقدم الإشارة إلى أن القرب قيل إنه قرب عام، وهذا قاله بعض العلماء، والأقرب والله أعلم أن القرب لا يكون عاما، إنما يكون خاص. وقال بعض العلماء قرب عام، لكن الأقرب والله أنه قرب خاص، كما في الآيات، وأن قربه قرب خاص سبحانه وتعالى، وجاء ما يوهم أنه قرب عام كما في قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب فلولا إذا بلغت الحلقوم، ها، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. وفي قوله سبحانه وتعالى في قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن الصواب أن هاتين الآيتين مراد بقرب الملائكة، لأن الآية مفسرة بنفسها. ولهذا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا، لأن قبض الروح يكون من الملك وهو في هذه الحال. ولقال: ولكن لا تبصرون، خطاب لمن؟ لمن يحضر هذا المحتضر: لا تبصرون، لا تبصرون من حولكم، لا تبصرون الملك والملائكة الذين جاءوا لقبض الروح، لا تبصرون، لكن لا تبصرون. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى يعني لا يرى إلا في الآخرة، وأن هذه حالة خاصة، وهي ما يتعلق بحال الاحتضار. ثم ذكر حال النزع وقال: لكن لا تبصرون، يعني ملائكتنا كما فسر السلف، والمعنى ملائكتنا، وهذا واضح. كذلك في الآية الأخرى المتقدمة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيش قال؟ إذ، وإذ ظرف لما مضى من الزمن، إذ يتلقى المتلقيان، شوف فسر، يعني إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا؟ عتيد. إيش معنى عتيد؟ حاضر، ها، حاضر، مهيأ، حاضر. وهذا واضح، والتفسير لا يكون صرفا لللفظ عن ظاهره، بل هو بيان، بل هو بيان. ولهذا كهاتان الآيتان القرب فيهما كما تقدم قرب، ليس القرب العام، لأنه لا يراد قربه سبحانه وتعالى، إنما قرب ملائكته، إنما قرب ليس قربه سبحانه وتعالى، إنما قرب ملائكته. نعم. وجاءت أخبار أيضا في هذا الباب كلها راجعة إلى هذا المعنى، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون قربه إلا قربا خاصا، إن قربا خاصا. ويدل على أيضا في ما رواه مسلم أنه عليه السلام: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فلو كان القرب عاما لم يكن لخصوص السجود قرب. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة لما سأل عن أي الدعاء يعني أقرب إجابة، فالمقصود أنه ذكر قال: جوف الليل آخر، وقال: جوف الليل الأوسط. فلعل في إشارة إلى هذا المعنى، أو قال: أي ساعة أقرب من ساعة. فهذه الأخبار كلها تدل وتدور على هذا المعنى،
وأن القرب قرب خاص ولا يكون قربا عاما. نعم. قريب مجيب بالورى متودد سبحانه وتعالى. قريب مجيب بالورى متودد، الورى الخلق، متودد وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. وودود إما فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل، يعني معنى أنه يود خلقه سبحانه وتعالى، يود خلقه، أو بمعنى مفعول أن خلقه يتوددون ويتحببون إليه سبحانه وتعالى. ويجوز أن يراد المعنيان في هذا، وهو الغفور الودود، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. وهذا من مصنف رحمه الله إشارة إلى هذه المعاني، وهو دائما في كلامه نثره ونظمه يشير إلى شيء من المعنى، فيجمع العبد بين تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي مقتضاه الخوف، ثم يكون في قلبه أنه سبحانه قريب مجيب ودود غفور رحيم الذي من مقتضاه الرجاء، فلا يحملك ما ترى من العظمة والجلال له سبحانه وتعالى أن يجعلك في مقام الخوف الشديد الذي قد ينزع بك إلى أمور لا تحمد عقبها، ولا تكون في حال النظر إلى صفات المغفرة والرحمة وتودده سبحانه وتعالى وأنه قريب مجيب أن تسترسل في المعاصي وتضيع الواجبات اتكالا على هذا، لا، استحضر هذا وهذا، وكما سبق الإشارة إليه تكون على هذين الجناحين وهما مستويان على الصحيح، تستوي فلا تغلب أحدهما على الآخر، لكن حين تنزعه نفسه إلى المعاصي عليه يستحضر مقام الخوف، صفات العظمة والجلال والهيبة حتى يرتدع عن المعاصي، لكن عليه أن يكون رفيقا بنفسه مطمئنا إلى رحمته سبحانه وتعالى وعافه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا بالتوبة لمن تاب منها. ثم قال رحمه الله تعالى: هو الحي والقيوم. أيضا قبل ذلك في صفات العلي العظيم سبحانه وتعالى، العلي العظيم ينبغي المسلم أن يستحضر هذه الصفات في صلاته، لأنك تدعو بها: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. فأنت حينما تركع الركوع خضوع، الركوع خضوع، سبحان ربي العظيم، تسبح سبحانه وتعالى وتقول العظيم، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن السجود وضع للوجه في الأرض وهي أذل حالات المصلي، وهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فلهذا قال سبحان ربي الأعلى فيذكر بهذا الذكر، ويقول سبحان ربي العظيم في حال ركوعه، لأنه وسط بين القيام وبين السجود. أما في حال القيام فإنك لا تقول، يعني في حال القيام تذكره بالقرآن وتقول الفاتحة، أما في حال الركوع فلا تتلو كلامه، وفي حال السجود لا تتلو كلامه سبحانه وتعالى: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يقرأ في هذه الحال التي هي أقرب إلى حال الذل أعظم من حال القيام، ورتبت الصلاة على هذا الترتيب. وجاء أيضا في أخبار لا إله إلا الله العلي العظيم في دعاء الكرب، لا إله إلا الله العلي العظيم، حديث الكرب
حديث ابن عباس صحيح البخاري: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. جاء في رواية صحيح عند أحمد: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم. ورواية أخرى: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وقد يقال إنه يجمع بينهما، يحتمل أن اختلاف الرواة هذا يحتاج إلى النظر في هذه الروايات، هل هذه قصر بها بعض الرواة؟ هذا محتمل، هذا محتمل. لكن إذا كانت الرواية زيادة ليست محل هذه الرواية زيادة، هذا واضح أنك تأتي بالجميع، أنك تأتي بالجميع ما تقتصر. يعني الروايات التي تأتي مختلفة، فإذا كانت الرواية جاءت من طريقين وأحدهما أبدل لفظا ما كان لفظ، فلا تجمع بين هذه الألفاظ وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ بتمامه، لا، فهذا في الغالب يكون من اختلاف الرواة، اختلاف الرواة. مثل بعض أنواع التشهدات، ما تلفق تشهد بين تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، وتشهد أبي موسى بن عمر وعائشة، وبعضها موقوف، بعضها موقوف مثل حديث عائشة، وكذلك تشهد عمر موقوف في الموطأ، لكن الأخبار المرفوعة ما تجمع بينها، لا، هذا كل تشهد وحده، كل تشهد وحده، وهم باب اختلاف التنوع، باب اختلاف، تارة تقول هذا وتارة تقول هذا، وإن لازم تنوع من تشهد، من تشهد مسعود، هذا واضح لا إشكال فيه. ومثل أيضا أنواع الأذان، ما تلفق بين النوعين من الأذان. ومثل أنواع الاستفتاحات، ما تقول استفتاحين أو ثلاثة، لا، هذه أنواع من استفتاحات وهي كثيرة جدا، تقول نوعا واحدا، ما تلفق. جاء حديث في الجمع بين ذكرين لكن لا يصح في الاستفتاح. والنوع الآخر من الروايات أن يكون الحديث واحد، الصورة الأولى روايات متعددة بألفاظ متعددة، الطريقة الثانية روايات مختلفة من طريق صحابي واحد، وهي إما أن يكون الحديث يروى من طريقين ويبدل في أحد اللفظين بلفظ مغاير لللفظ الآخر، مثل هذا الحديث لا إله إلا الله العظيم الحليم، رواية أحمد لا إله إلا الله العلي العظيم، هل تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله رب السماوات رب، لا إله رب السماوات الأرض ورب العرش الكريم، لا إله العظيم الحليم، لا إله رب العرش العظيم، لا إله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، تأتي بأربع جمل أو ثلاث جمل، هذا يحتاج كما تقدم إلى نظر في الأخبار، وإلا فيحتمل أنه من اختلاف الرواة في هذا الباب. لكن وهي الطريقة الثالثة، إذا كانت هذه الرواية زيادة ليست بدلا، زيادة، وهذا كثير هذا. لكن قصدي في هذا الباب، في هذا الباب مثل رواية حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رواية البخاري. قال: فإن دعا أو صلى، فإن دعا قبل دعاؤه، فإن دعا استجيب له، أو صلى قبلت صلاته، أو صلى قبلت صلاته. من تعار، شو معنى تعار من الليل؟ استيقظ ماذا؟ نعم، شو معنى تعار؟ تعار من الليل، استيقظ رافعا صوته بالذكر، هذا معنى يعني يقوم يقول لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ما هي؟ هذه الكلمات الخمس، هذه الكلمات الخمس ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الباقيات الصالح، والباقيات الصالح خير عند ربك ثوابا وخير أمل. وجاءت في حديث أبي سعيد الخدري سند جيد
في مغلب العظن عند النسائي رحمه الله الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث هذا لفظه عند البخاري، جاء عند ابن ماجه بسند صحيح هذا الحديث، ثم قال في آخره: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم هذه زيادة وإلا إبدال كلمة كان كلمة؟ نعم زيادة، هذه زيادة. وعلى هذا تقولها لأنها زيادة بسند صحيح فلا يحصل مخالفة، ما لو والزيادة نعلم أنها لا تقبل مطلقا بشروطها عند العلماء، بشروطها عند العلماء، لكن هذه زيادة من هذا الجنس، هي زيادة ثقة وليس فيها شذوذ ولا مخالفة، فلهذا تقول هذا اللفظ. فالمقصود أن هذه الكلمات العظيمة وهي استحضار عظمته، استحضار عظمته سبحانه وتعالى في كل الأحوال، وخاصة في مثل هذه الحال حينما يستيقظ الإنسان: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما تقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه؟ هذه جاءت زيادة لكن في غير هذا المقام، في غير هذا المقام جاءت بسند صحيح، حديث الصحيحين حديث موسى الأشعري أنه قال له: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. جاء زيادة صحيحة: ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، بالهمز وعدم الهمز، ولا ملجأ ولا منجأ. حينما تقولها مطلقا، تقولها مطلقا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أي، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إليه، هذه تقولها في أي حال. لكن الذكر الخاص اللي ورد في حال خاصة، الأذكار لها أسرار، يعني بعض الناس ربما يعني يتوسع في هذا، يقول لا بأس ذكر خير، نقول لا شك هو خير، لكن النبي عليه الصلاة قال هذا الذكر ورتب عليه أجر وفيه سر لا نعلمه، الله أعلم. فأنت تقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أريت لو أن إنسان قال أنا سوف أقول بعد الصلوات أسبح 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة، أسبح 100 تسبيحة وكبر 100 تكبيرة، سبحان الحمد لله سبحان الله وأحمد 100 مرة، يعني على إحدى الصفات، نقول هذا غير مشروع. هي تقولها على الصفات المنقولة وهي 6 صفات وخمس صفات كلها صحيحة، لكن لم يأتي فيها أنك تقول 100 مرة. أن تقول هذا الذكر المشروع، قل هذا الذكر المشروع على القدر المشروع، إما أن تقولها 100 مرة على 33 وتختم بلا وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، أو تقولها 25 مرة، أو تقولها 30 مرة كل واحدة 10، إلى غير ذلك من أنواع الواردة في هذا الباب. ثم بعد الفراغ من هذا الذكر قل ما شئت من أذكار الحمد لله، لكن الذكر المقدر لا تتجاوز ولا تتعدى الحدود. كذلك الأذكار الواردة في بعض الأحوال الخاصة والأحوال العارضة حينما يستيقظ من نومه وحينما يريد أن ينام، فتقول الذكر الوارد إلا ما جاء فيه الذكر مطلق، فالمطلق للمطلق والمقيد للمقيد. ثم قال رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم كما قال لا إله إلا الله، لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة في آية الكرسي وافتتاح آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الحي له تمام الحياة التي لا يعتريها نقص، هو حي لا ابتداء له ولا انتهاء سبحانه وتعالى، لم يسبق حياته عدم ولا يعقبها عدم ولا يعتريها نقص سبحانه وتعالى. هو الحي، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي وهب الحياة وأعطى الحياة للحيوان وجميع بني الإنسان سبحانه وتعالى، يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض فإذا خضرة نظرة سبحانه وتعالى. هو الحي، فلهذا
يتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، والقيوم القائم على كل نفس سبحانه وتعالى، ولا يكهله شيء ولا يؤوده القيام عليهما على الكون سبحانه وتعالى، القيوم الذي قامت به الأشياء سبحانه وتعالى، ولا قيام للعبد إلا بأن يلجأ إليه سبحانه وتعالى، هو الحي والقيوم. ولحديث ابن عباس ذكر القيام أو القيوم حينما استيق حينما دعا عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: أنت قيام السماء تضم فيهن، أنت نور السماء تضم فيهن، أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. ثم قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأنت لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وجاء في رواية في ثبوت نظم طريق عبد الكريم بن أبي المخارق أشار إلى البخاري رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانه وتعالى. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، فيلجأ العبد إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى ولا ينقصها شيء، ولو أن الإنس والجن من أول من آخرهم اجتمعوا في صعيد واحد كما حديث ذر: فسألوني كل واحد مسألة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط يدخل البحر، بل البحر يمد. ولهذا قال: إلا كما ينقص المخيط يدخل إذا وضع في البحر. والدنيا له سبحانه، له الأولى والآخرة يملكها، لكنه سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، ويستعين بدنياه على أمور دينه مما أعطاه سبحانه وتعالى. ذو الجود والغنى، فالغنى منه سبحانه وتعالى، والغنى أعظم الغنى الذي يطلبه العبد غنى النفس، غنى النفس هذا أعظم ما يطلبه العبد، فمن أعطي غنى النفس أغناه الله سبحانه وتعالى. والغنى حقيقته هو ذا هو الغنى، وربما يكون إنسان مالك للأموال العظيمة لكنه فقير القلب، ويكون لديه الشيء اليسير لكنه غني القلب، طيب النفس، مبارك له في رزقه وفي ماله وفي أهله ولده. نسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند سبحانه وتعالى، كل صفات الحمد له سبحانه وتعالى، فهو له الحمد وله المحامد كلها سبحانه وتعالى. فيشرع العبد أن يحمد الله على كل حال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، فالحمد له سبحانه وتعالى. ونحمده في افتتاح الصلاة، بافتتاح الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ونعمة واحدة من نعمه، لو حمدته سبحانه وتعالى بكل ما أوتيت من قوة فإن النعمة عليك أضعاف مضاعفة، ولن تؤدي شكر هذه النعمة مهما حمدته سبحانه وتعالى. فحسبك الاستغفار، حسب العباد هو الاستغفار من التقصير في حمده سبحانه وتعالى. فهو يحمد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأسمائه، فهو محمود لذاته سبحانه وتعالى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، يعني تضاف إليه سبحانه وتعالى، فيحمد العبد ربه. وإذا عرض له أي أمر من أمور فإنه يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم بعد ذلك يسأله ويدعوه سبحانه وتعالى. فالحمد مفتاح الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحمد
حين يريد العبد أن يدعو ربه. إيش معنى ذلك؟ الثناء عليه سبحانه وتعالى، تدخل من باب الحمد، فهو أعظم أبواب العبادة، أو من أعظم أبواب العبادة هو حمده سبحانه وتعالى بذكره والثناء عليه، ولهذا بنيت الصلاة على هذا. وكذلك العبادات تفتتح بهذا، الحج يفتتح بالثناء عليه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك الصلاة تفتتح بالتكبير، وصيام رمضان حين يرى الهلال، ورد في الأثر وهي طرق أنه يقال الحمد لله الذي هله علينا بالأمن والإيمان والسلام والسلام، وإن كان هذا عام في كل شهر، لكن العبد يحمد الله حمدا خاصا لإدراكه لهذا الشهر، ثم يختم عبادته بتكبيره لله عز وجل، وكذلك يختم صلاته بالثناء عليه، ثم بالاستغفار بعد السلام، ثم بعد ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى بالأدعية والأذكار الواردة. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. يقول رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط سبحانه وتعالى بالكون، فلا خروج لذرة في الكون عن إحاطته، كما ليس لها خروج عن قدرته، كما ليس لها خروج عن قهره. هذه الصفات العظيمة، إحاطته سبحانه وتعالى، وقهره، وقوته، وقدرته، يدل على عظيم صفاته كما تقدم. هذا يجعل العبد يخضع ويذل، والله عز وجل مع هذه الصفات العظيمة، إلا أنه كما تقدم غفور قريب مجيب رحيم ودود بعبادته، وليس بحاجة إليهم، هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أنعم عليهم سبحانه وتعالى، ثم أنزل عليهم هذا الشرع العظيم الذي يصلح أحوالهم، ثم يأجرهم الأجر العظيم الدائم بهذا العمل اليسير مع ما يعتريهم من النقص والتقصير. كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط، والله محيط بالكافرين. هو سبحانه وتعالى على في العلو فوق السماوات، فوق العالم كله، على عرش استوى سبحانه وتعالى. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، وهذا يجعل المسلم يحقق توكله عليه سبحانه وتعالى في كل أمره، وأن ما أصابه إنما أصابه بتقدير الله عز وجل، فإن كان عنده تفريط وتقصير فليستغفر وليسترجع، فليستغفر وليتوب إليه سبحانه وتعالى، وإلا وإن كان مجتهدا فليعلم أنه خير منه سبحانه وتعالى، وأن الله أراد به خيرا، كما كثرت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في من ابتلي، فإن الله ابتلاه لمحبته له، ومن يريد الله به خير نصيب منه، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. أحاط بكل الخلق علما، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما تسقط ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات أرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل الخلق علما، إذا كان قد أحصى هذا كله سبحانه وتعالى، فهذا يجعل العبد يتوقع في أعماله، فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنه. أحاط به علما وقدرة، هو يعلم سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، علما وقدرة. وهذا العلم علم أزلي
لا يعتريه نقص، علم كل شيء سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى قد كتب في الذكر كل شيء في اللوح المحفوظ، كتبه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء قبل أن يكون، ويعلمه علما آخر بعد أن يكون. يعني هناك العلم على الصحيح علمان، علم أزلي وهو علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وهناك علم آخر، علم يظهر لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذا علم آخر غير العلم الأول، هذا لا ينافيه. وهذا العلم وإن كان علم جديد أو بعد العلم الأول فهو داخل في العلم الأول، فالله عز وجل هذا العلم اللي قال لنعلم يعني هذا العلم الذي أظهره سبحانه وتعالى، هو يعلمه قبل ذلك، لكن لما كان العقاب والثواب ليس على مجرد علم سبحانه وتعالى، لا، بعمل العبد، لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فإذا وقع منه هذا فإنه يكون عليه ثواب، والله يعلم سبحانه وتعالى في الأجل يعلم ذلك، بل كتبه سبحانه وتعالى، لكن هذا علم آخر. وليس هذا العلم الذي ظهر أو أظهره سبحانه وتعالى كان خافيا، لا، هو عالم به سبحانه وتعالى، وعلم آخر على الصحيح غير العلم الأول، لكنه ليس خارج عنه وداخلا فيه، معنى أنه سبحانه وتعالى يعلمه قبل ذلك لكنه أظهره، ولا يعذب بمجرد علمه، بل حتى يظهر هذا العلم. وعليه يحمل الحديث الذي ورد في ثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم، جاء في رواية عند البخاري بدا لله أن يختبرهم. كثير من الشراح اضطرب في هذه الكلمة، قال كيف يقول بدا لله؟ هل بدا لله قبل ذلك؟ وبعضهم أنكر هذه اللفظة، ولا نكارة في هذه بدا لله، وأن هذا مما علم ظهر والله يعلمه، والله يعلمه، يعني بدا ظهر، وأنه على ظهور هذا العلم يكون العقاب والثواب في هذا الوقت وفي هذا الحين، كما أنه سيأتينا إن شاء الله في قوله ويبصر أن بصره سبحانه وتعالى كعلمه صفات، يعني صفة هنا صفة ذاتية، لكنه سبحانه وتعالى قد يتعلق بصره وسمعه كذلك بشيء يحدث بعد ذلك، وإن كان هذا وصفا ذاتيا له سبحانه وتعالى. تقدم تقسيم الصفات أنها تكون ذاتية وتكون ذاتية وتكون فعلية. قال أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. برا وإحسانا، هو سبحانه وتعالى مع علمه وقدرته، إلا أنه عم الكون ببره وإحسانه، كما تقدم أنه سبحانه وتعالى مع قوته وعلوه وقهره وعلو قدره، إلا أنه سبحانه وتعالى قريب مجيب بالورى متودد. كذلك أيضا هو مع علمه وقدرته، قدرته عن الخلق، على الخلق، وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا، إلا أنه عمهم سبحانه وتعالى بالبر والإحسان منه سبحانه وتعالى. هو البر الرحيم، كما في قول سبحانه إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، بر الرحيم. والبر هو الاتساع في أعمال البر والخير، والله هو البر، ومن أراد أن يعمل بمقتضى هذا الاسم فليكن بارا وليكن مجتهدا في أعمال البر والخير. ومن أعظم ما يجتلى به
معنى هذا الاسم هو بر القلب، أن يكون قلبه بارا، أن يكون قلبه صادقا. إن البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهو يهدي إلى البر إذا كان صادقا، ومن ذلك أيضا طيب النفس وسلامتها، ومن ذلك أيضا الإحسان إلى الناس، فهو من أعظم أعمال البر، فيحسن إليهم. وهل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ فمن أحسن أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ذلك الإحسان في كل الأمور، وأعظم الإحسان الإحسان في العبادة. ولهذا كانت درجة الإحسان أعلى درجات الإيمان، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. برا وإحسانا فإياه نعبد، يعني ليكن برك وإحسانك. يعني لما كان سبحانه وتعالى أحسن إلى عباده وهو البار بهم سبحانه وتعالى، اسمه البر، فعليك أيضا فعليك أن تعبده سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم، ويكون قصدك وجهه سبحانه وتعالى، لا يكون قصدك من البر والإحسان أمور من أمور الدنيا، رياء أو تصنع في من الخير، هذا ضرره أكثر من نفعه، وإن كان قد ينفع الناس لكنه لا نصيب له في الآخرة. ثم قال رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، كما تقدم أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه يبصر النملة السوداء في الصفات الظلماء، على الصفات الظلماء في الليلة، على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ويبصر نياط عروقها في جسمها، فهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ويبصر ذرات العوالم ويعلمها وأحصاها عددا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر شيئا من أمور الخير، فالله سبحانه وتعالى يحصيها، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون ما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه: عن اليمين. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول، شوف من قول، ما يلفظ من قول نكرة في سياق الشرط، ما يلفظ من قول، يعني أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، يكتب ويقيد. بل إذا كان سبحانه وتعالى أحصى هذه الأشياء فكيف بعمل العبد؟ فلا تحقر شيئا ولو كان ذرة من أعمال الخير. حتى قيل إن الذرة هي الهباءة التي تكون مع شعاع الشمس من خلال النافذة. أنت حينما مثلا ترى الشمس تدخل مع جهة النافذة الطاقة، ترى ذرات، يعني كما يقال بالملايين، وتمر منها لا تحس بشيء أبدا. يعني لو هذه الذرات لا توزن في موازين الدنيا، ليس لها في موازين الدنيا حساب، وليس هناك ميزان يمكن أن يزن هذه الذرات، لكن ذاك الميزان يزن هذه الأشياء، يزنها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. شوف نكر هنا، أي شيء، وإن كان مثقال حب خالد أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يرخى مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة شرا
يرى. في الحديث رواه الترمذي أن رجلا شكاه خدمه أو مماليكه شكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لما تضربهم؟ قال إنهم يعصونني وإنهم كذا وكذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام يوضع ضربك إياهم وعصيانهم إياك في الميزان، في الميزان، فإن كان ضربك إياهم أثقل كان لهم وإلا كان لك. فجعل الرجل يبكي في ناحية لما سمع قوله، جعل يبكي، ذهب في ناحية وجعل يبكي بكاء شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال يا رسول الله لا أرى لي خلاصا إلا أن أعتقهم لوجه الله. قال أنت وذاك. الله أكبر. كانوا حريصين على الخير. شوف حينما سمع الآية قلبه تأثر تأثرا عظيما حتى غلبه البكاء، استحضر عظمة الله ذلك الميزان. والإنسان قد يغفل قد يسهو، لكن حين يذكر يحصل له مثل هذا فيكون على خير عظيم. فاعتقهم لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم جميعا، كانوا أحرص الناس وأسبق الناس على الخير رضي الله عنهم. قال ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد فلا يخفى عليه شيء. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمع الأصوات. لقد كانت يعني التي جاءت تشكي زوجها كانت تكلم النبي عليه السلام وكنت في البيت لا أميز كلامها، تسمع بعضه والله عز وجل يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما. سبحانه وتعالى يسمع سبحانه وتعالى. وهذا يبين أيضا أن السمع يتعلق بالشيء الذي يحدث وإن كان يعلمه، وسبحانه وتعالى سمع وصف ذاتي، لكنه أيضا يتعلق بالشيء الذي يحدث بعد ذلك، لأن سماعه سبحانه وتعالى صوت مجانب في ذلك الحين وفي ذلك الوقت لم يكن قبل ذلك. وهكذا أيضا في وقائع أخرى جاء في الأدلة ما يدل على أنه سمعه في ذلك الوقت وإن كان يعلمه قبل ذلك سبحانه وتعالى، وكتب كل شيء في الذكر. له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق يشهد. له الملك سبحانه وتعالى كما تقدم، فلا يملك أحد لنفسه شيئا ولا نفعا ولا ضرا إلا به سبحانه وتعالى، فملكه التام لا يعتريه نقص، وكذلك إحاطته كما تقدم. فله الملك والحمد، وهذه هاتان الكلمتان له الملك والحمد من الكلمات العظيمة التي يشرع للعبد أن يقولها بعد الصلاة، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير كما ثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فيدل على عظمة هاتين الكلمتين وهو الجمع بين الملك والحمد. المحيط بملكه سبحانه وتعالى فلا يفوته شيء، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. لا شك أن حكمته سبحانه وتعالى يراها العباد في كل شيء، حكمته في خلقه، حكمته في أمره وشرعه سبحانه وتعالى. فحين ترى ما في الكون من المخلوقات تراها على تمام الحكمة، وترى الحكمة في الشرع العظيم حكمته سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فيما يقدره سبحانه وتعالى كل حكمة، فأفعال حكمة وشرع حكمة وقدر حكمة كله حكمة. لكن قد تقصر العباد تقصر عقولهم عن بعض الحكم، وقد يحصل في بعض الحوادث ضرر، لكن الحكمة ظاهرة في هذا. فانظر مثلا إلى ما
يغيث الله به العباد من الأمطار والخيرات التي تنزل، فقد يحصل منها ضرر على الناس مثلا في بدورهم وفي طرقاتهم بل وفي أبدانهم ربما في زروعهم، لكن المنفعة العظيمة الحاصلة بهذه المياه، وفرة المياه وكثرة المياه وغات الناس، ما هذه؟ هذا شيء حكمته ظاهرة ونفعه العام ظاهر وإن كان يحصل بضرر. ولهذا ترى الناس يفرحون بنزول الأمطار والخيرات حينما تنزل وإن كان يحصل منها ضرر، لأن هذا الضرر يسير لا يقارن بما يحصل من النفع العظيم والنفع العام. وهذا أيضا بنيت عليه الشريعة، فإنه لا يلتفت إلى المفاسد اليسيرة المنغمرة في المصالح العظيمة، فهو كما هو في قدره أيضا في شرعه، هو في قدره فيما يتعلق بنزول الأمطار والخيرات، وكذلك الشمس هذا النفع العظيم فيها الذي كل يعلمه ويدركه، وقد يحصل بها ضرر لبعض الناس في أبدانهم مثلا من شدة الحرارة، وقد يمرض بعض الناس بها، وربما تصيب بعضهم مثلا كما يسمى ضربة الشمس التي قد يموت بها، لكن النفع العظيم والعميم فيها لا يقارن بالضرر الحاصل، فهذا في قدره كذلك أيضا في شرعه سبحانه وتعالى كما قرر العلماء ودلت عليه الأدلة. فإن المصالح العامة العظيمة التي لا تحصل إلا بارتكاب المفاسد فإنه يغتفر ارتكاب المفاسد ويطوى في سبيل تحصيل المصالح العظيمة، كما أنه بالعكس لا ينظر إلى المصالح اليسيرة التي تترتب، لا ينظر المصالح اليسيرة حين تكون المفسدة عظيمة، فإن هذه المصلحة تلغى ولا يلتفت إليها ولا يجوز العمل بها وإن كان فيها مصلحة نظرا إلى ما فيه من المفاسد الكبيرة. فهذا هو الذي بنيت عليه الحكمة كما قال: وحكمة العظمى بها الخلق تشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد، ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. ونشهد أن الله ينزل في الدجى. المصنف رحمه الله ذكر نوعا آخر من هذا الباب وهو المتعلق ب أفعاله سبحانه وتعالى، وهو نزوله في آخر كل ليلة. ونشهد أي شهادة إقرار واعتراف عن علم ويقين أخبر الله به سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بذلك أن الله أخبر به كما أخبر أنه استوى، كذلك ثبتت الأخبار الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في آخر كل ليلة، إن الله يمهل حتى إذا مضى حتى إذا بقي ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. ونشهد أن الله ينزل في الدجى في آخر الليل، وهذا يكون عند اشتداد ظلمة الليل، يكون النور والهدى، تكون الرحمة نزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، كما صح في الصحيحين عن ابي هريرة، جاء في الرواية الاخرى عند مسلم عن ابي سعيد الخدري، وجاءت الاخبار كتب تبلغ نحو من 30 حديث او تزيد، كثير منها صحيح فيها نزوله سبحانه وتعالى من اخر الليل. ونشهد أن الله ينزل في الدجى، وهذا كسائر الصفات، وهذا من الصفات الفعلية وهو نزوله سبحانه وتعالى، يعني المتعلقة بمشيئته وإرادته. من الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، يعني يقال في الصفات الفعلية إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، مثل الرحمة والمغفرة والنزول والمجيء والاستواء، هذه متعلقة بمشيئة وإرادة. هناك صفات ذاتية
صفات ذاتية هذه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فلا يقال مثلا في صفة العلم والحياة إن شاء كان عالم وإن شاء لم يكن عالم، إن شاء كان حي، لا هذا لا يجوز، هذه صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وهناك قسم ثالث، فالقسم الثلاثية قسم الثلاث، صفات فعلية، صفات ذاتية، وصفات ذاتية فعلية. من الصفات الذاتية صفة الكلام، فصفة الكلام صفة أزلية له سبحانه وتعالى، لكن يعني في آحاد الكلام يتكلم إذا شاء، تكلم سبحانه وتعالى بأزل، وتكلم بالقرآن، ونزل به جبريل، وتكلم أيضا بكتبه سبحانه وتعالى، وسيتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام يتكلم إذا شاء، فهو قديم النوع متجدد الآحاد كما يقول العلماء. وهنالك بعض الصفات تختلف، هل تنقسم إلى ذاته كالكلام مثل البصر والسمع، والظاهر أنه كذلك كما في الأدلة، كما في الأدلة. ولقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكي ولا يكلمهم ولا يزكي ولا معذبهم، لا ينظر إليهم، احتجب عنه سبحانه وتعالى، يبين أنه إن شاء نظر وإن شاء لم ينظر سبحانه وتعالى، مع لا يخفى عليه شيء، مع أنه لا يخفى عليه شيء. فهذا فيه كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى. ومثل ما قد سمع الله قول تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا يبين أنه سبحانه سمعه في ذلك الوقت في ذلك الحين ولم يكن قبل ذلك، فهذا هو الأقرب والأظهر. وأنها أيضا تنقسم هذه القسمة كما تقدم في الكلام. وهنا في مسألة النزول الإلهي من آخره، ونشهد أن الله ينزل في الدجى، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا فيمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، كما يقوله ابن أبي داود رحمه الله في الحائية، ويقول القحطاني رحمه الله في نونيته قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية غفلة فتساق من فرش إلى أكفان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. والشاهد والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان سبحانه وتعالى، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله. وأجمع على ذلك العلماء رحمة الله عليهم، دع عنك المؤولين بل المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله على خلقه سبحانه وتعالى، يقول كيف ينزل الليل يختلف، كيف ينزل سماء الدنيا، لا يقال في الله كيف، هؤلاء أدخلوا عقولهم فيما لا تعقله، العقل له حدود، لا شك أنه يحار ويحتار، لكن لا يجوز له أن يحيل، عليك أن تسلم، هنالك صفات العقل لا يدركها من صفات سبحانه وتعالى، إنما تعلم حقيقة الصفة لكن لا تعلم كيفية الصفة، فنؤمن بها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم والنبي تكلم بهذا، كثير من السلف حينما يقال كيف تقول كذا، يعني هم في الحقيقة لا يردون على من يخالفهم، يردون على النصوص. فلهذا قال إن أحمد رحمه الله وغير علم حينما قال كيف تقول ذلك، قال ما أنا قلت ذلك أو لم أقله، قاله الله سبحانه وتعالى، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي كمال البيان
وكمال الفصاحة، وأخبر بهذا عليه الصلاة والسلام. ولو كان شيئا من هذا مرادا لبينه عليه الصلاة والسلام وذكره، مع أنه في أحاديثه والقرآن في آياته بيانه أوضح البيان. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. جاء في رواية عند البخاري عيانا، تكلم بعضهم في هذه الرواية، راويها لا بأس، لكن تكلم بعضهم في هذه الرواية، لكن المعنى واضح: إنكم ترون ربك، بس الكلام في اللفظة، أما الحديث هذا لا إشكال فيه، وحديث جرير وحديث هريرة وعلى طريقة بعض العلم متواتر. كما ترون القمر ليلة البدر، لو أراد إنسان أن يعني يبين الرؤية، حقيقة الرؤية في الجنة لأهل الإيمان، رؤية الله عز وجل، ما استطاع بيان أعظم من هذا. وهذا هو عامة كلامه عليه السلام في هذا الباب، كل كلامه عليه السلام على هذا الوجه صلوات الله وسلامه عليه. ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الحق الذي يجب أن تؤمن به. ونشهد أن الله أرسل رسله بآيات خلق تهدي وترشد. لعلنا نكمل في الغد هذه مع الأبيات الآتية، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.